الاختبار الثاني، الاختبار الثاني راح بعطيكم صورة، ركزوا منيح بالصورة، في تفاصيل بهذه الصورة، بدي أسألكم سؤال بعدين وتعطوني الإجابة الصحيحة بإذن الله. أوكي، طلعوا بالشاشة لشوف. لوحة، لوحة للفنان المصري محسن أبو العزم، بقى طبعاً هي في تعبير عن الحارة المصرية بالشخصيات المتنوعة. يلا طلعوا منيح. اوكي شفتوا الصورة، معكم 30 ثانية. السؤال، كم شخص يظهر خلال الباب المفتوح في الصورة؟ ثلاثة فورا؟ ثلاثة بدون استشارة؟ جواب صح. ربحتوا 15 نقطة، صار معكم 25 نقطة، برافو. فريق فيوم، يلا دوركم، نفس الشيء، تركزوا على الشاشة، راح بتشوفوا بالأول سيارة، رقم اللوحة، بتختاروا بين 6 أرقام، بتقولوا لي شو الرقم الصحيح، تفضلوا. شفنا السيارة، راحت بحر. 20 ثانية، اختاروا الإجابة الصحيحة بإذن الله. 20 ثانية. ثلاثة؟ زيدي واحد. هن أربعة، رقم أربعة الصح. لا، رقم أربعة الصح. ماشي الحال. يلا فيوم، ركزوا على الشاشة، شوفوا لي هالصورة، بدي أسألكم سؤال بس نشيل الصورة عن الشاشة. يلا. شوفوا التفاصيل. شو ممكن أسألكم؟ انتبهوا منيح. كم عدد المراكب في الصورة؟ 30 ثانية. أربعة. خمسة. في المركب قدام، واحد صغير ورا. خمسة هم. إجابة خطأ للأسف. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.